السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه. يعني حصريا اخر تصريحات ايد جودي مدرب شبيبه القبائل، اكد انه لن ينتقل من اجل التعادل. يعني ايد جودي يحضر لمباغته كورناتان وسيلعب كل اوراقه، يعني بعد ان اثبت علو كعبه على العديد من المدربين في الآونة الأخيرة. جاءت طبعا الفرصة للمدرب أيد جودي كي يؤكد من جديد أن الإدارة لم تخطئ بانتدابه على رأس العارضة الفنية القبائلية، ورفض كذلك أن يخفيها في اللقاء المقرر. يعني هذه الظاهرة، يعني عنده كل أوراق التي تمكنه من الفوز. يعني التقني القبائلي سيغامر ولن يكتفي بالدفاع فقط، وكما كشفت يعني أنه الحصص التدريبية الأخيرة لابد من التأكيد أن أيد جودي لن يكتفي وأشباله بالدفاع، يعني بل سيحاول أن ينقل الخطورة إلى مناطق المنافس، خصوصا وأنه أصر في الحصص التدريبية الأخيرة على مهاجمه أن يكون أكثر فعالية من ذي قبل. يعني سيلعب بخطة مغايرة عن اللقاءين السابقين، يعني كي لا يكشف خطته. من جانب آخر سيلعب أيد جودي مباراة الغد بخطة مغايرة عن سابقتيها في الوجهتين الماضيتين، يطالب لاعبيه يعني بضرورة تطبيق النصائح. أيد جودي قالهم ثقتي كبيرة في أشبالي، وهم طبعا قادرون على صنع الفارق ويثقوا بلاعبين شبيبة القبائل. هدفنا الفوز والضغط لن يؤثر علينا بإذن الله. لايك الفيديو، خليونا الآراء تاعكم في التعليقات وتوقعاتكم لنتيجة المباراة.